يعد القصر الدائري جزء من سلسلة القصور الدائرية بجورارا، تبدأ من منطقة جورارا وعاصمتها تيميمون وحتى منطقة تيديكليت. الشكل الدائري هو نموذج عبارة يتماءم مع حركة الرياح ليجنب ذلك تآكل جدران القصر من جهة، وتفادي دفنه بالرمال من جهة أخرى. وقد تم بناؤه من قبل المرابطين في نهاية القرن السادس الهجري في قلب العرق الغربي الكبير. القصر المعروف باسم دراما ما هو إلا قلعة عسكرية ودفاعية بسبب موقعه الاستراتيجي على مفترق طرق تجارة القوافل، أو كما كان يسمى بطريق الملح الواقع بين شمال إفريقيا والسودان الغربي، النيجر ومالي، بوركينا فاسو وحتى السنغال. ويعد وجود غرف داخل القصر بدون سلالم إلا تأكيد على نموذج البناء العسكري الدفاعي، كما يوجد بمحيطه بئر ارتوازي تحت الرمال.